هل أنت كف عن هذا؟ هل تكف أنت أيها الملك؟ أكف عن ماذا؟ تكف عن دعوتي مرارا وتكرارا للتنجيم وقراءة الطالع. أنا أريد لك حياة كريمة أيها المرأة. وهل هناك حياة كريمة أكثر مما أنا فيه؟ تغيبين طويلا لتعودي اكثر جمالا ايتها الاميره. ما انا الا نجمه في فلك مولاتي. جمال قول على جمال المحيا. اترى ما انا عليه؟ شوارع مملكتك كلها متاحه لي، انام في اي واحد فيها وانا امنه، فيما تنام انت محاطا بالحرس. انت لديك قصر وحاشيه ومملكه، تخاف أن تفقدها في أي وقت. أما أنا فلا أملك شيئاً أخاف عليه، لذا أنا حرة أكثر منك. أنت تبيع الناس هبات ورواتب كي تستحق أن تكون سيدهم، أما أنا فأبيعهم كلمات، محض كلمات. من أين تأتين بهذه الجرأة يا امرأة؟ ليس في كلماتي ما يغضب، طالما أقولها همساً لا يسمعها أحد غيرنا. هل تظنين أن وضع كلمات ستخيفني؟ الحاكم العاقل هو من يخاف الكلمات قدر خوفه من سهام أعدائه وخناجرهم، وأنت عاقل من رأيت. تعالي إلى قصري، فبيننا كلام لم ينتهي بعد. وإلى أن ألقاك خذ حذرك، فلسوف يبرز لك عدو من بين جنبيك. وهل يكون العدو عدوا إلا عندما يبرز خائن من بين جنبينا؟ كنا قد أمنا له. في كل صباح ألقى رجلا كهذا.